نوصل رسالة للعالم كله إنه أطفالنا لازم تعيش زي أطفال العالم، بعيدة عن الدمار، بعيدة عن الخطر، وهذا حقهم في الحياة إنهم يعيشوا كأطفال في مكان آمن ومكان يوفر لهم سبل الحياة العادية. هذا بيتنا المدمر، واليوم اجت الرسامه ترسم لنا علم فلسطين على وجوهنا. احنا شعرنا بالسعاده لانها رسمتنا وفرحتنا عشانها رسمت لنا. رسمت علم فلسطين على الخد وخريطة فلسطين على الخد الثاني كوطنيه اول شيء، ولنحكي انه الشعب هذا من وسط الدمار بينخلق قوي ثاني.